عندما ننظر إلى السماء، نرى الكثير من النجوم. تسمى هذه النجوم بالكوكبة. ترتبط أسماء الأبراج بأشكال هذه الكوكبات، حيث تسمى بعض الأبراج بأسماء الحيوانات، مثل برج الثور والأسد وبرج العقرب. ولكن ما سبب إطلاق هذه الأسماء على هذه الكويكبات النجمية؟ فهناك العديد من الأساطير، وفي هذا الفيديو سوف نذكر أسطورة كوكبة العقرب، وفي فيديوهات لاحقة سوف نذكر باقي الأساطير. قصة كوكبة العقرب. في قديم الزمان في عالم الأساطير، كانت هناك عشيرة من العقارب تعيش في الصحراء. كان زعيم هذه العشيرة عقربا قويا يدعى العقرب الأسود. كان العقرب الأسود يتمتع بقدرات خارقة، وكان قادرا على التحكم في السموم التي يطلقها من قرصه. ذات يوم قرر العقرب الأسود أن يخوض معركة مع أبطال السماء. كان العقرب الأسود يعتقد أنه إذا انتصر في هذه المعركة فسوف يحكم الأرض. جمع العقرب الأسود جيشا من العقارب. التقى جيش العقارب بجيش أبطال السماء في معركة حامية الوطيس. كان القتال شديدا، لكن في النهاية تمكن أحد أبطال السماء وهو يدعى المحارب السماوي من قتل العقرب الأسود. مات العقرب الأسود، لكن جيشه استمر في القتال، واستمر القتال لأيام حتى تمكن أبطال السماء من هزيمة جيش العقارب. بعد انتهاء المعركة قرر أبطال السماء أن يضعوا علامة على مكان المعركة حتى يتذكر الجميع انتصار الخير على الشر. وضعوا صورة العقرب الأسود في السماء لتكون تذكيرا دائما بقوة الخير وقدرة أبطال السماء على حمايته. وهكذا أصبح العقرب الأسود كوكبة في السماء تسمى العقرب. تعود تسمية كوكبة العقرب إلى هذه القصة القديمة. يعتقد المؤرخون أن هذه القصة كانت معروفة في العديد من الحضارات القديمة، بما في ذلك الحضارة المصرية القديمة. واليوم لا يزال العقرب كوكبة بارزة في السماء، يمكن رؤيتها في فصل الشتاء عندما يكون الجو باردا في الليل.